اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم وحش التوفير. ان شاء الله النهارده هنعمل نوع عيش جميل يتاكل في اي وقت مع الشاي، تاكل لوحده ان شاء الله. ده اللي احنا هنعمله في الحلقه ديت. مكوناتنا عباره عن 2 كوب ونص دقيق، معايا كوب لبن فريش، معايا نص كوب عسل ابيض، معايا نص كوب سمنه، عندي كوب زبيب، عندي معلقتين سكر، عندي معلقه كبيرة خميرة فورية، وعندي سنة قرفة. على بركة الله نبدأ الحلقة بتاعتي. ادي دقيق، بسم الله. حاجة بسيطة برضو حضراتكم جربوها وان شاء الله هتبقى زي الفل. بحط الخميرة، معلقتين سكر كبار، ذرة ملح، مش كتير، وذرة قرفة كده. هم نفس الطريقة كده، وببدأ أقلبهم مع بعض. وادي السمنه بتاعتنا كده. الطريقه دي. وببدا اجيب العسل، طبعا العجينه دي لازم اتليها ميه دافيه عشان ما تكتمش معايا اللقمة، او يبقى العجين معايا مظبوط ما يبقاش مكتوم. ادي كده بقلبه مع بعض، وبعد كده بنبدأ نخش بالحليب. بسم الله. وادي مية سخنة بسيط، واشوف هحتاج مية تاني ولا لا. قلبهم مع بعض كده كويس. بدخل كل المكونات مع بعض. بالطريقة دي كده. طبعا العسل مع اللبن بيطري لي العجين، ولو احتجت دقيق تاني بحط، مفيش اي مشكلة عندي. اقلبها كده، هي بتبقى العجينة طرية عشان الاقيها ايه، المسام بتاعتها تبقى مفتوحة يعني. زود دقيق. ببدأ أشيل بقى كده. بسم الله. لما من الجناب خالص كده، دخل كل المكونات مع بعض بالطريقة دي. طبعا ممكن الدقيق يزيد مننا، مفيش اي مشاكل. الدقيق جنبنا، احنا بندي معيار مثلا حوالي 2 كوب ونص، ممكن نوع الكوب يكون مختلف معايا، برضو ما عنديش اي مشاكل. لو بالكوب العادي الكبير المكونات هتطلع معاكم مظبوطة اهو. يعني وارد ان ايه الدقيق اختلف معايا من نوع للتاني، زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في حلقات سابقة، ما عندناش اي مشكلة. احنا اللي بنعجن واحنا اللي بنحط المقدار. ممكن نوع الكوب نفسه يختلف، ممكن اللبن يكون زاد معايا مثلا شوية، وارد العسل زاد شوية، مفيش اي مشكلة. بس ان شاء الله هتعملوا نفس المقدار اللي احنا قلناه،
هتطلع مع كل حاجه زي الفل. كده ببدا اعجنها بقى كويس. كده برضو ناخدها بالراحه كده، مفيش اي مشكله عندنا، ونلمها. ناخد كناب البوله كده بحيث انها تبقى ايه كويسه، معانا عجين في ايدينا برضو في نفس الوقت بنريح ايدينا واحنا بنعجن، يبقى برضو ايه واخده وقتها. بسم الله. ايوه كده كده زي الفل. طبعا انا ممكن احط الزبيب معاه، احنا هنعمل حاجه جميله بحيث ان انا لما ادخل العيش في الفرن ما بقاش عرضت الزبيب للنار مباشر. طبعا كنا عملنا عيش بالزبيب قبل كده، وعملنا منه توست، عملنا منه حاجات ياما، شايفين نقطه زيت بسيط بس. الزيت بيساعد معايا لم العجينه كده، شايفين طريه ازاي. كده بالطريقه دي المفروض ان انا اسيبها تريح شويه. فاحنا طبعا بنشتغل قدام حضراتكم، ان العجينه بتاعتنا ان شاء الله بتطلع زي الفل اهي زي ما هي كده. ببدا اجيب لو عندي مثلا سكينه او مقطع، كده سكينه من غير مقطع من غير اي حاجه يا جماعه، اهي زي الفل. بس خليها هنا جنبنا، بقطع الحجم ده اهو. طبعا مجرد ان العجين دخل جواه الخميره تنشط على طول، مفيش اي مشكله عندنا. ممكن اعمل مثلا منه رغيف زي ما عملنا قبل كده، رغيف كبير ويتقطع وممكن يتحمص ويطلع برضو، ما فيش اي مشاكل عندك كده اهو. زي ما قلنا لكم قبل كده، اي حد يمسك سكينه مش اي حد يلعب بالعجين، عشان الوقت. طبعا هي العجينه المفروض بتريح ربع ساعه، فاحنا طبعا عشان وقت البرنامج هتلاقوا فيها تجاعيد اهي، فكل ده هيروح بقى واحنا شغالين كده، هنحس ان ايه الحاجه راحت بقت ناعمه بعد كده اهي. تمام. ببدا اجيب الصف الاخير اللي انا عامله، اول واحده انا عملتها اهي صح، بسيبها وبجيب الصاج اللي هشتغل عليه، صاج او اتنين حسب الصواني اللي عندي، بجيبها جنب كده وبجيب اللقمه ديت عادي قوي ما فيهاش اي حاجه، شايفين عامله ازاي اهي. طبعا ادي الزبيب اهو جميل، وبجيبها كده وبسيبها كاني بعمل قطايف بالظبط، نفس القصة برضو دي كده، وادي الزبيب من جوه. حد عايز يحط مثلا سكر مع الزبيب مفيش اي مشاكل عندنا، تبقى دي برضو كده سنة ودي برضو كده سنة. يعني احنا اللي بنعمل الحاجة يا جماعة، انا بديكم نموذج وشكل وطريقة تعملوها وتكون سهلة، وببسط الامور عشان اهالينا اللي بيشوفونا مثلا او اخواتنا اللي بيتفرجوا علينا ما يحسوش ان في حاجه مثلا صعبه عليهم يعملوها. لا اهي العجينه اهي، هلفها بايدي وهسيبها تريح، وبعد كده اروح جاي مبططها كده بايدي برضو ما فيش اي مشكله، اروح نازل اهو وجايب شويه زبيب حاططهم جوه
لان الطعم هيفرق معاكم. ادي كده اهو كده، وبجيبها بالسكينه اروح جاي اعملها كده. شايفين المنظر اهي على الصاجه كده، اروح جاي نفس القصه دي كده، اروح جاي حاططها. ده شكل اهو، بالطريقه دي حاجه جميله للاولاد او الاطفال في البيت. برضه نفس القصه، يبقى انا ما عرضتش الزبيب للنار وفي نفس الوقت هيبقى طعمه جميل. برضه دي كده اهي كده، ونطلع فاصل ونرجع نكمل الاشكال دي نشوف هنعمل فيها ايه.